توفي منذ قليل الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل لوكيشن تصوير مسلسل بائنة 2، ونقل على إثرها إلى مستشفى زايد التخصصي. وكشف مصدر داخل العمل تفاصيل تلك الوعكة، مشيرا إلى أن الفنان طارق عبد العزيز سقط أثناء تصوير أحد مشاهده وأصابته بعض التشنجات، وتوقف نبض قلبه وعاد مرة أخرى لينتقل للمستشفى رفقة نجله. يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز كان قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي بفيسبوك: اللهم لك الحمد دائما وأبدا. تمت الأسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع أني بخير الحمد لله، وللشكر قائمة لا تنتهي، على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، والبتنا الكبير نقابة المهنة.